يجمع التونسيين على أن سنة 2013 ستكون سنة الدستور اللي من أجله تم بعث المجلس الوطني التأسيسي. ورغم تفاؤل بعض قيادات الترويكا، يعتقد المراقبون أن تونس ستشهد خلافات حادة حول الدستور، خاصة وأن مسودة الدستور المعروضة حاليا للنقاش في الجهات مع مختلف مكونات المجتمع المدني من 16 ديسمبر 2012 إلى أواخر جانفي 2013 تتضمن فصول مثيرة للجدل حسب رأيهم. ويأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه تونس للاحتفال بالذكرى الثانية لثورة 14 جانفي. الإشكاليات والاختلافات حول مسودة الدستور نحاول نفهمها ونناقشها الليلة في عدد جديد من برنامج استوديو السياسة. موضوعنا هو هل نتجه نحو الوفاق حول الدستور؟ مساء الخير ومرحبا بكم، سعيد باستضافة كل من السيد حبيب خضر المقرر العام للدستور وعضو المجلس التأسيسي عن حركة النهضة. مساء الخير ومرحبا بك سي الحبيب. شكرا. إلى جانبه يكون حاضر معنا السيد فاضل موسى عضو المجلس التأسيسي ورئيس اللجنة التأسيسية للقضاء، مرحبا بك. على الكتلة الديمقراطية. مرحبا بك. كيف إلى جانبه نلقاو سي عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، مرحبا. شكرا. سي جوهر بن مبارك مرحبا بك رئيس شبكة دستورنا. أهلا وسهلا. رحبوا بالسيدة لمية الدبابي رئيسة الجمعية التونسية للحقوقيات. أهلا وسهلا. وإلى جانبها يكون حاضر معنا سي سفيان بن حميدة صحفي وإعلامي. إذا قبل ما نبدأ في نقاش موضوعنا نمشيو مع تقرير أول حول مختلف التقييمات بخصوص مشروع الدستور المقدم من قبل المجلس الوطني التأسيسي ونبدأ هذا الحوار، تفضل. أبرزت مسودة مشروع الدستور التونسي اللي يتناقش حاليا في إطار حوار وطني خلافات عميقة بين كتل المجلس التأسيسي حول عديد من القضايا من بينها مدنية الدولة ومرجعية حقوق الإنسان ومكانة المرأة واستقلال القضاء وحرية الإعلام والرأي والتعبير وطبيعة النظام السياسي اللي باش يتم اعتماده في البلاد مستقبلا. هذا وبينت مسودة مشروع الدستور اللي نشرت مؤخرا مدى خلافات القائمة بين الكتل في المجلس التأسيسي بخصوص صلاحية ونفوذ كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، كما اختلفت الكتل كذلك حول صلاحية الإشراف على الأمن الداخلي والسياسة الخارجية وتعيين وظائف العليا المدنية. تم تغييب التنصيص على المساواة بين الجنسين في مسودة الدستور، حيث تم الاكتفاء بالحديث عن حقوق المرأة بصفة عامة. وفي محاولة لتجاوز الخلافات والبحث عن توافق ضروري حتى يكون الدستور المقبل دستور كل التونسيين، قرر القيام بجولات من الحوار الوطني حول مسودة الدستور انطلقت نهار 23 ديسمبر الماضي وشملت حتى الآن 18 ولاية من أصل 24. الحوارات هذه اللي أشرفوا عليها أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أظهرت في مجملها عدم رضا على المسودة المقترحة للدستور وطرحت العديد من التساؤلات الجوهرية واقترحت أفكار جديدة ما نعرفوش إذا باش يتم أخذها بعين الاعتبار وكيفاش باش يتم ذلك، خاصة إذا عرفنا أن المناقشة العامة في الدستور داخل المجلس التأسيسي باش تبدأ مع بداية الأسبوع المقبل، فهل نتجه نحو الوفاق حول الدستور؟ إذا سي الحبيب نبدأ معك، مسودة أولى لمشروع الدستور ثم ثانية ولكن اللغط يتواصل، هات حسب رأيك أنت شنو أهم الإشكاليات الموجودة واللي تثير حفيظة بعض المراقبين والملاحظين حول مسودة الدستور الثانية؟ الكلمة ليك، تفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الحديث عن الإشكاليات الرامي المهم التأكيد هذه من النقاط اللي نثيروها في كل الحوار حلقات الحوار الوطني اللي نجروه حاليا. أول ما نبدأ أول نقطة نثيروها هي أنه تركيبة المجلس الوطني التأسيسي الحالية تجعل التوافق حتمية أكيدة. التوافق إذا أريد وكان إراديا فحبذا، إن لم يرد فهو حتمية. نتيجة الانتخابات لم تمنح أي طرف من الأطراف الموجودة في المجلس حتى الأغلبية المطلقة، بالتالي حتى تمرير الفصول ما نحكوش على المصادقة على الدستور بأغلبية الثلثين، حتى تمرير الفصول يستوجب توافق. ولهذا أنا على خلاف ما قيل في التقرير أعتقد أنه من الممكن أن نطمئن الشعب التونسي، حتما نحن نسير نحو توافق. صحيح ثم بعض نقاط فيها اختلافات ولكن هذا طبيعي جدا، النص الدستوري يتطور. وقت نقارنوا النسخة اللي صدرت في 8 أوت والنسخة اللي صدرت في 14 ديسمبر أكيد أن المواطنين يلاحظوا أن نقاط الاختلاف نقصت حتى في باب السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، يعني باب نظام الحكم. كان في البداية عندنا فصول اللي فيها 5 صياغ وأربع صياغ، حاليا بعض الفصول فيها صيغتين وماشيين نحو أنه نحدوا من نقاط الاختلاف أكثر. فأعتقد أن ما نحن فيه وضعية عادية وطبيعية وما تبعثش على الانزعاج، وإن شاء الله ماشيين بشوية بشوية نحو أن نحقق التوافق المطلوب إن شاء الله.
باهي باش نجيو بعد بالتفصيل اكثر على هذه الاشكاليات، ولكن سي الفاضل يقول لك سي الحبيب وانه بحول الله باش نوصلوا كان بطريقه التصويت والمصادقه باغلبيه الثلثين ولا الوفاق هو بدو حتميه. لكن قبل هذا شنو هو النقاط المختلفه حولها عديد الاطراف السياسيه في مسوده مشروع الدستور على حسب رايك؟ نرجو أن يكون الوفاق هو اللي باش نوصلوا له يعني بطبيعة الحال، وإلا سنذهب إلى الاستفتاء. معناتها هذه فرضية زادة يحتمل يمكن أن تحصل، على كل حال نظريا ممكنة يعني، هذا كل لكن ماذا بينا ما نسعوش في خصوص المسائل. احنا بعد ما دخلنا في الحوار الوطني الشيء المهم اللي نحب نأكد عليه ونحب نختم الفرصة هذه باش نقوله، وهو أنه أنا شخصيا وأظن أن زملائي الكل كانوا سعداء بهذا الحوار الوطني. لماذا؟ لأنه الاتصال المباشر بالناس اللي خذاوا على عاتقهم باش أنهم يجيوا يترشحوا باش يحضروا وباش يتناقشوا حول هذه المسودة، وهو كأنهم طلبة وكأنهم حتى تلاميذ في حضورهم، والنقاشات يعني في كل الفصول بتركيز وبقراءة متأنية وباقتراحات يعني اللي تفاجأنا في بعض الأحيان، أما تأكد اقتراحات احنا عملناها وهذا شيء وسعدنا أو تخالفنا في الرأي، ولكن ما يعرفوش اللي النقاشات في الطلبات متاعهم وقعت ووقع على حسم فيها. هذه مسألة مهمة جدا، هل العملية هذه متاع الحوار الوطني. لكن رغم هذا احنا قاعدين نشوفه وما أستخلصه من هذه الحوارات الوطنية، وهو أنه عملت 5 حوارات وطنية، معناتها فما مسائل، فما العلاقة بين الدين والدولة ما زالت مطروحة بالتوطئة وبالإشارات اللي موجودة في التوطئة، معناتها جعلت وكأنه هنالك رجعت القضية متاع الدين بعد أن كنا حسمناها باعتبار وأننا حافظنا على الفصل الأول يمكن نرجع له، بحيث هذه مسألة احنا نشعر فيها. ثم أنه فما اللي يدخلوا على الخط واللي لا يعترفون لا بالدستور ولا بأي شيء ويغتنموا الفرصة باش يعبروا على آراء وأنها نقيض الفكرة الديمقراطية، لكن عددهم قليل جدا لكن موجودين ويحضروا بصفة مستمرة. إذا هذه ظاهرة مهمة اللي استرعت الانتباه نتاعي. ثانيا موضوع فكرة الدولة المدنية. الدولة المدنية فيها نوع في اللبس في الفهم، يعني العديد معناتها يفرقوا ما بين دولة مدنية ودولة دينية، ولكن فما نوع من اللبس، واللبس جاي من أنه تونس هي في نفس الوقت تسعى إلى أن تكون الدولة المدنية لكن عندها مرجعية دينية قوية إسلامية إلى غير ذلك في دينها وفي ثقافتها وفي حضارتها، فيجعل نوعا من اللبس اللي العباد ما هيش فاهمة بالضبط يعني كيفاش يقع التوفيق والذكاء متاع الدستور متاعنا. وأنهي بهذه الكلمة ونرجع بالواحد، هو أنه يلزمنا نلقاو الصيغة النهائية باش نعطيه تونس يعني تعطي الصورة متاع أنها وجدت حلا توفيقيا بين المدنية والدين بطريقة التي يقع فيها توافق بين الشقين المتناقضين في هذا الموضوع. وهذا ما نأمله. سي عبد الباسط، هناك ممكن بعض النقاط وصفت بالنقاط الرمادية في المشروع الدستور، وانت بوصفك رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان تراشي وأنه من النقاط الرمادية هذه على حسب رأيك هي الحريات في هذه المسودة. قضية الحريات في المسودة بطبيعة الحال تثير القلق، مش فقط لنقص في بعض الحقوق والحريات أو تجاهل بعض منها أو غموض في الصياغة أحيانا وغياب فكرة كونية حقوق الإنسان أو ضعف الإشارة لها، مش فقط هذا، ولكن البلاد وهي قادمة الآن على ذكرى الثانية للثورة، نعرف كله أن الثورة متاعنا قامت على مبادئ الحرية والكرامة والعدالة والمساواة. فالحاجة اللي تقلق هو أنه الدستور ما تكونش هذه الروح نتاعو، الروح نتاعو هي الحريات والمحافظة على الحقوق، لكن هذيك أساس بناء السلم والأمن والتنمية والاحترام كرامة المواطن. هذه المسألة الأولى هي مسألة الروح والرؤية نتاع الدستور. المسألة الثانية هو مسار طويل وخذا وقت كبير جدا، وقع بعض التقدم في المسودة الثانية للدستور، ولكن هذا ما يخفيش بعض المشاكل، مشاكل سواء على مستوى الصياغة، مشاكل على مستوى نقص في بعض الحقوق والحريات، ثم كذلك غموض اللي أنا نتصور أنه يعود أساساً، ونحن نحكي على التوافق اليوم، يعود إلى أنه الدستور مثل بعض القضايا الأخرى مثل العدالة الانتقالية والإصلاح المؤسسات وغيرها طاح في نتصوره في حيز من التجاذبات. فما مشكلة التجاذبات، الدستور هو يعبر على رؤية لمجتمع جديد، الدستور نحبه يعبر على كل المواطنين والمواطنات. المشكلة هو أنه التوافق قاعد يتأخر لأنه فما تجاذبات. هي الحوارات مهمة والصراعات مهمة، الفكرية والإيديولوجية وكل أنواع الأفكار مهمة نتزاحم في إطار إعداد الدستور، ولكن فما فرق بين الحوارات الكبرى
المجتمعية والتاريخية وبين التجاذبات الإيديولوجية والحزبوية اللي شفنا أنها قاعدة تأثر. إذا كان حبوا نمشوا للتوافق يلزمنا نرجع الدستور وصياغته إلى كنه العملية الديمقراطية، وهو أن يكون محل يعني توافق وإجماع وطني، ويكون كذلك محل عمل جماعي. يعطيك الصحة سي جوهر. إذا نحكي اليوم على موضوع الدستور اللي هو خطوة أولى مهمة جدا في بناء الجمهورية الثانية. حكى سي الفاضل قال وأنه ممكن فما شوية مخاوف من مفهوم مدنية الدولة، الجدل ما بين الإسلام والدولة. سي عبد الباسط يقول لك فما ممكن نقائص على مستوى صياغة الدستور، نقص في الحقوق والحريات. عندك شي تحفظات أخرى غير هذه؟ لا، هناك عدد كبير من التحفظات سواء على مستوى الشكل أو على مستوى المضمون والأصل، هناك تحفظات أساسية. لكن لابد أن نبدأ بالإشارة إلى أن هذه المسودة بالمقارنة مع النسخة الأولى هناك تطور أكيد لا جدل فيه. نحب نبدأ بالمسألة هذه لكي أكون قاسيا فيما بعد. يعني فما تطور على المستوى الشكلي وكذلك على مستوى المضامين، ولكن بشكل عام المسودة هذه لم ترتقي إلى حد الآن إلى مستوى الطموحات والانتظارات، سواء من الناحية التقنية، من ناحية الصياغات، من ناحية يعني التقنيات القانونية والدستورية، أو كذلك من بعض المسائل السياسية والتصورات السياسية، لأنه كتاب الدستور هي مسألة سياسية أيضا قبل أن تكون مسألة قانونية، هي أيضا مسألة سياسية تتعلق بتصورات سياسية. بشكل عام أعتقد أنه هنا سأكون قاسيا جدا. أعتقد أنه لما نأخذ المسودة ننطلق فيها محورا محورا، هناك تقييم عام بالنسبة للطوطئة. غلب على هذه الطوطئة أحاديث عموميات، كثرة الثرثرة الدستورية والثرثرة الكلامية التي لا يمكن أن ترتب آثار قانونية، خاصة وأن الفصل الأخير من الدستور يقول بأن التوطئة هي جزء لا يتجزأ من نص الدستور، يعني أنها ترتب آثار قانونية وترتب آثار دستورية. كثرة اللغو اللفظي والكلامي في هذه المسودة ليس فقط خللا تقنيا، وإنما خلل سيرتب آثار في المستقبل تتعلق بعمل المحكمة الدستورية وبعمل الفقه القضاء الدستوري الذي سيجد صعوبات كبيرة في التعامل مع مثل هذه التوطئة وفي تأويل معانيها وتأويل العبارات المستعملة فيها، وربما هذا يكون عبئا ثقيلا على المحكمة الدستورية غدا، لأنها مضطرة إلى التأويل ومضطرة إلى إعطاء معاني لعبارات هي في الأصل خالية من معاني نظرا لعموميتها. بالنسبة للمبادئ العامة، أعتقد أنه تلخيص باب المبادئ العامة في عبارة أقول أن ما أخذ ما أعطي باليمنى أخذ باليسرى، وهذا في علاقة مع الفصل الأول وسنعود إليه في علاقته بالفصل 148. ثم في باب المبادئ العامة أيضا هناك على الأقل نصف الباب لكي أكون ثابت 6 فصول على 15 هي من المفروض أن تكون ملحقة تقنيا بباب الحقوق والحريات وليس لها أي وجود في باب المبادئ العامة، في حين أن هناك فصول أخرى في صلب نص الدستور كان من المفروض أن يتم إلحاقها بباب المبادئ العامة. بالنسبة لباب الحقوق والحريات أنا ألخصه بالعبارة الآتية: من كتب هذا الباب، باب الحقوق والحريات، كتبه بالروح التالية: الحرية شر لا بد منه. النظام السياسي أو ما يتعلق بالسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ألخصه في قولة معروفة لدى التواسة: هذا البناء الفوضوي، هناك بناء فوضوي داخل النظام السياسي. وأختم بباب المتعلق بالسلطات المحلية لأقول أن مازال شعار المرحلة حتى بعد الثورة هو التهميش الجهات والتهميش الجهوي. كنت قاسيا وسأحاول فيما بعد أن أكون أقل قساوة. واضح جوهر. على كل، إلى جنبك مدام لميا، سمعنا من أكثر الحاجات اللي سمعناها معناها من شوائب هذا مضمون هذا مشروع الدستور هو المس من مكاسب المرأة والمساواة بين المرأة والرجل. شنو تعليقك في هذا الصدد مدام؟ تفضل. لا، المس من مكاسب المرأة لا، مانيش موافقة، لأنه احنا فما تطور كبير في المسودة هذه بالمقارنة مع المسودة الأولى. المسودة هذه جاء فيها التنصيص على مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون بدون تمييز.
احنا اذا كان قارنوا مع المسودة الاولى كانت تحكي على مفاهيم اخرى، على التكامل، على ربط معناها المرأة بالأسرة مش كمواطنة. لهنا فما تطور أول حاجة في مستوى التوطئة، باعتبار وأنه تكريس مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات كمقوم من مقومات الجمهورية، وهذا إيجابي جدا. أيضا اعتبرت التوطئة مجلة الأحوال الشخصية كمكسب من مكاسب الوطنية، وهذا احنا ندين به كمجتمع مدني، وهذا هام جدا. ايضا وقع معناها تنصيص على تكافؤ الفرص، على حماية الدولة من العنف، ولكن احنا نقولوا هذا الكل به، وهذا كتبناه المجتمع المدني ونساء، والحمد لله كتبناه بالضغط، لانه كي نقارنوا فما فرق كبير بين المسوده الاولى والمسوده هذه في مستوى دستره حقوق النساء. ولكن المشكله شنو هي؟ المشكله كي نجي نلقى الحقوق هذه هايله، نجي نلقى فصول اخرى اللي تنجم تنحي لي الحقوق هذه. انا كي نرجع للفصل 148 نقول ما عنديش حتى ضمان، لانه شكون اللي باش يطبق الدستور؟ انا كمحاميه اليوم ورئيس جمعيه التونسيه للحقوقيات ديما نشوف في جانب التطبيق. احنا الفصل الاول أخلق برشا مشاكل في أنه كان عندنا فقط قضاء متناقض. اليوم أخلقنا باش نعملوا تناقض أكبر على مستوى توصي جوهر، كان يحكي عن المحكمة الدستورية، أنا نحكي حتى على مستوى مثلا أنا باش نجي قاضي باش يطبق قضية في الطلاق، ولا في شنو باش شنو هي المرجعية نتاعو؟ إذا كان اليوم احنا نقعدوا الوقت هذايا الكل لازمنا نعملوا قانون ما فيهش كما قال سي جوهر الانشاء فيه كلمات واضحه باش نحاول نحد اكثر ما يمكن من امكانيه التاويل. هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه فما حاجه هامه برشا، راهو كيما عام 56 كانت من مكاسب الدوله الحديثه هي مجله الاحوال الشخصيه، راهي من مكاسب الثوره هذه هي التناصف. وانا مشيت في ملتقيات دوليه يقولوا لي والله التوانسه انتم سباقين، كان في المجله سباقين، كان في التناصف سباقين، بنحبوا نعملوا كيفكم، اعطيني ابعث لي قانون التناصف. نجي اليوم انا بعد ما طلبنا بدسترته نلقاه مش مدستر في الانتخابات وفي الهيئات معناها الدستوريه. ثم فما حاجه ما نحبش ديما نحكي كان المراه تحكي كان على الحقوق المراه، معناها الدوله المدنيه راهي من مقومات الجمهورية الدولة المدنية. كي نرجعوا للتوطئة نلقاو هاك غاية الدولة المدنية، ما فما حتى فصل في الدستور يقول بإقرار الدولة المدنية. اش نلقاو؟ نلقاو ومن أجلي ما عادش، أنا ما عنديش دستور قدامي، بناء نظام جمهوري، ومن أجلي تكون فيه من أجلي فهي غاية، لم يقع الإقرار بالدولة المدنية. نرجعوا لفصول الدستور اش نلقاو؟ نلقاو سيادة الشعب، نلقاو برشا حاجات اللي تعاودت وقع الإقرار بها، ولا وجود للدولة المدنية إلا في الفصل 148 اللي يقول اش معناها. هذا كيف نقراه أنا مع حاجة أخرى، كي نقراه مع الفصل 4 اللي يقول الدولة تضمن الدين لا ريليجيون وليست الأديان، كي نقراه مع الفصل الرئيس الجمهورية يجب أن يكون مثلا من مسلما، كي نقراه مع عدة فصول أخرى نولي نخاف نقول أنا سمحني كيف نقراه سمحني باش نكمل. كي نقرا الفصول لخاطر الفصول راهي تقرا مترابطة مع بعضها. حاجة أخرى ما نجمش نقول اليوم عندي أنا حقوق والحقوق والفصل 5 باش يتطبق وقت اللي أنا أضعف حلقة في هذا الدستور هي السلطة القضائية واستقلال السلطة القضائية. شكون باش يطبق لي أنا اليوم المساواة؟ وبعد نجمو نرجعو. سي الحبيب في رد سريع قبل ما نعطيك الكلمة سفيان. الحقيقة مش رد على الكلام هذا، يبقى من حق كل إنسان كما أشرت من البداية هذا النص هو في مرحلة من مراحل تطوره، نتلقى كل المقترحات المتعلقة به ننظر فيها وقابل للتطوير. نعتقد ونجزم أنه الصيغة الثالثة اللي هي مشروع الدستور ستكون أفضل، ونجزم بأن الدستور اللي باش يتم إقراره في النهاية سيكون هو الأفضل في المتاح إن شاء الله. تبقى بالله نحب نعرج بعجالة مسألة الصياغات هذه من البداية في الصيغة الأولى وفي الصيغة الثانية أكدنا هذا، قلنا أن الصياغات نعم فيها نقائص. العمل هذا أنجز مجزأ إلى حد الآن، مجلس الوطن التأسيسي ما خدمش على الدستور كوحدة، إن شاء الله قريبا هذا تولى الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة تولي التعامل مع الدستور كنص واحد متكامل وتنظر في فصوله جميعا وفي الصياغات وغير هذا. ثم إمكانية الاستعانة بالخبراء في مرحلة متقدمة سواء المختصين في القانون الدستوري لا للمضامين وإنما فيما يخص تدقيق بعض المفاهيم وغير هذا، وايضا ربما مختصين في اللغه العربيه للتصحيح اللغوي باش نضمنوا ان الصيغه تكون في المستوى. اما نحب نلاحظ سي جوهر معناها ان نحن نقر بهذا النقص ماذا بينا
ما يوليش للمزايدة. أنا قدامي توا صيغة دستورنا اللي قدمه هنا فيه صياغات فصل إيش فيه؟ إلغاء خطة العمدة. هذه جملة مش عارف كيف جت، هذا فصل قائم ذاته، إلغاء خطة المعتمد. كان هذه صياغ معناها نقر بنقصا أو ما نحبوش يزايدوا علينا برشا في الجانب هذايا، لأن ما ورد علينا أحيانا أقل، وهذه راي صيغة نهائية وردت علينا. إحنا الصيغة متاعنا ما زالت مش نهائية وما زالت تتطور، وستكون قطعا خير من هالصيغة الواردة علينا بإذن الله تعالى. هذا بصفة عاجلة. ثم مسألة للتفاعل فقط، من المهم أن كل الأطراف الموجودة اليوم لا فقط سواء في المجلس مش المشروع متاع دستورنا. أولا نقول لك أنه جيد أنه مشروع المسودة هذايا حسب ما فهمت والله أعلم أنه تم إلغاء خطة العمدة وخطة المعتمد، يعني تم الأخذ لا ما تمش إلغاء لا إذا كانت تولي الهياكل المحلية والجهوية حسب الباب السلطات المحلية منتخبة ما عادش فما خطة العمدة خطة المعتمد، ما لهذا يلزمنا نوضحوها المسألة لا. لأنه غير واضح. ثانيا بالنسبة لمشروع دستورنا سيدي، هي مشروع مواطنين، مشروع مواطني ماهوش مشروع تقنيين. مشروع مواطنين اجتمعوا لمدة 3 أيام ولا 4 أيام، قدمناه كاقتراحات دستورية وتصورات، ما كانش مساق في شكل صياغة دستورية كاملة. ماهوش مشروع قدم كمشروع هيئة الخبراء وكمشروع اتحاد الشغل، هو مشروع مواطني. ناس كتبت مشروع دستور مواطنين كيف عاديين وتفاعلوا فيه، فما صياغ بالفعل، فما صياغ ماهيش صياغ قانونية، لكن حبينا نقدموه لأنه هذا يعني كان صيغة نهائية قدمت إلينا وفيه من الخلل في الصياغات أكثر مما في الصيغة الموجودة الآن وهي قابلة للتطور. مسألة أخرى هي ضرورة أن كل الأطراف الموجودة اليوم في المجلس الوطني التأسيسي أو خارج المجلس الوطني التأسيسي يجب أن لا تتعامل مع المرحلة بمنطق اغتنام الفرص، للي موجود في المجلس واللي عنده أغلبية معينة يحاول يمرر ربما ما لا يقبله الشعب أو لا يريده الشعب، وللي موجود البرة يحاول أيضا يستغل الفرصة لتمرير مسائل ماهوش وقتها والشعب ما انتقشش فيه. وهنا نحب نعطي زوز أمثلة. اللي يحاول يستغل الفرصة هذه باش يمرر البذرة متاع المساواة في الإرث نقوله مش هذا وقتها، وهذه راهي مسألة خلافية، وما جيش تحط لي مبدأ اللي مبعد تبني عليه مسألة كهذه، راهي مسألة مس ثوابت متاع الشعب هذا. كيف اللي يجي يحب يستغل الفرصة متاع الدستور باش يلغي عقوبة الإعدام، هذه مسألة راهي تحتاج نقاش وحوار وكل شيء. ما نستغلوش الفرصة هذه باش نمرروا أشياء ماهوش هذا وقت. واضح، يعطيك الصحة. سامحني فقط تعقيب على سفيان، خليك تستنى وبعد نعطيك فقط تعقيب على النقطة الأخيرة. يعني إذا نفتحوا الباب، هي عملت صياغة الدستور هي عملية متاع مفاوضات ونقاش وآراء وغيرها، أما إذا نفتحوا الباب متاع القائمة شنو اللي نخليوه توا وشو نخليوه من بعد، ونفتحوا المنطق متاع الأولويات على منطق يعني شو الناس تحب وشو ما الناس تحبش، وانا تنجم الليستة تطوال برشا، وكي تطوال الليستة معناها فهمت بشو عنا في الاخر دستور، معناها فهمت يقوم على يعني الرغبات والتوجهات يعني متاع أطراف أكثر من اللي يعبر على نقاش وتفاوض. كل شيء قابل للتفاوض وللنقاش، وفي نهاية الأمر اللي توصلوا الناس الكل، الناس كل مع بعضها. أما ما نفتحوش الباب متاع هذا ممكن توا نناقشوه وهذا مش ممكن نناقشوه. سفيان بن حميد الدرك الملك، تفضل جوار، تفضل مسألة تعقيب صغير على مسألة، لأنه مسألة مهمة وخطيرة هي مسألة خطة المعتمد وخطة العمدة في مشروع الباب المتعلق بالسلطات المحلية. أنا ما هوش خبر صار الكلام اللي كنت نسمع فيه من المقرر العام أنه حسب النص ما هوش مش يتم إلغاء هالخطط هذه اللي تعتبر بالنسبة للمواطنين داخل الجهات خطط أمنية وخطط متاع مخبرين. الباب المتعلق بالسلطة المحلية وأعلمك بذلك أنه يقول في الفصل 132 تتجسد اللامركزية في جماعات محلية تتكون من بلديات وجهات وأقاليم يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية لومياج دو تيريتوار. ثم الفصل 134 يقول تدير الجماعات المحلية مجالس منتخبة. فإن كان هذا ما يعنيش إلغاء خطة العمدة وخطة المعتمد فأعتقد أنه فما إما مشكلة عندك أو مشكلة في النص. لا بالله توضيح في هذه لأنه أثيرت، تميز بين اللامحورية واللامركزية ولا طبيعي؟ اي شنو علاقه العمده بالمركزيه؟ لا اذا شنو علاقه المعتمد؟ لا لا اذا كان مش عفواً. الاختيار الموجود في هذا النص هو انه الثنائيه اللي كانت موجوده ويعرفوها التوانسه الكل في مستوى المعتمديه، عندنا بلديه وعندنا معتمديه، هذه الثنائيه سترتقي للمستوى الجهوي، شو اللي عندنا مجلس جهوي منتخب لا يترأسه الوالي وعندنا والي
يبقى الوالي موجود. مش يبقى معين. يبقى الوالي موجود. الوالي مش يبقى معين. والمعتمد مش يبقى معين. والعمدة مش يبقى معين. هذا خبر غير صار للجهة. سنة. بالنسبة للعمدة لم يتم التعرض إلى هذا. وربما تكون الخطة محل مراجعة. أما العمدة المعتمد سيبقى والوالي سيبقى. هذا السلطة المعينة. يقابلهم سلطة منتخبة. مجلس بلدي ومجلس جهوي منتخب. واضح. هذا خبر غير صار للجهات. وبعد نجيك سي فضل جوهر نجم ترجع بعد على النقطه هذه. تفضل سفيان. لا هو احنا اذا اليوم من اليوم قاعدين نحضروا في الدستور اما راهو ماهوش بدعه في تونس انه نكتبوا دستور اون سو رافريشي لا ميموار لانه واذا اليوم طالبوا التوانسه بدستور كتاب الدستور لانه فما ثقافه في تونس دستوريه متجذرة عام 1861 كان في تونس حاجة اسمها عهد الأمان في عهد صادق باي وهو يعد أول دستور في المنطقة العربية هذا بدينا به في تونس دستور عام 59 نحبه ولا نكرهه إذا نزلوه في سيقته الأصلية الأولى إذا نزلوه في سياقه التاريخي كان مقبول جدا واللي السيء فيه هي التعديلات المتعاقبة اللي أدخلت عليه دونك احنا اليوم في تونس باش نعملوا دستور آخر والدستور ما عنده معنى إلا ما يلبي طموحات وانتظارات التونسيين في واقعهم اليوم وفي تصوراتهم لمستقبل بلادهم في نفس الوقت هذاك علاش الوفاق ضروري في الحوار الوطني حول مسودة الدستور اللي صار اللي بدا نهار 23 ومازال متواصل واللي توا شمل تقريبا 18 ولاية على 24 السمة الغالبة هو عدم الرضا على مسودة الدستور فما ملاحظات عديدة فما ملاحظات ولكن أفكار جديدة أيضا والسؤال هو إلى أي مدى باش يتم الأخذ بملاحظات واقتراحات المواطنين خلال هذا الحوار الوطني مهم هذا من ناحية مهم. السؤال الثاني هو نحكيه احنا ضرورة التوافق لكن توافق فما مشاكل كبيرة يلزم نتجاوزوها باش نخلطوا للتوافق تو نرجعوا لأنه إذا ما نخلطوش للتوافق في شأننا كما قال العميد باش نلقاو رواحنا قدام الاستفتاء الشعبي تعرف الاستفتاء بالعوايم اللي صار بالصورة اللي اعطاهالنا المجلس التأسيسي وبالصورة اللي تعطات على الحياة السياسية في تونس ردة الفعل متاع الشعبية نجم تكون سلبية جدا وفي حالة التصويت بلا باش نلقاو رواحنا في وضعية فراغ رهيب لأنه المجلس التأسيسي انتخب لصياغة دستور واحد مش زوز دساتير دونك يوفى بالتصويت توفى مهمته بالتصويت على في الاستفتاء شنية المشاكل اليوم موجودة أنجرو المشاكل الموجودة هي حول مدنية الدولة وفعلا أنه تلقى أنه الفصل الأول اللي راو الفصل الأول كيدات من عام 59 من هو موجود من عام 59 هذاك موافقين عليه التوانسة الكل عام 2012 لكن الفصل هذايا نتصور أنه الفصل 148 يفرغ من محتواه بل يجعله لاغي تماما لكن مدنية الدولة ليس في علاقة بالشريعة أو بالدين ولا مدنية الدولة في مدنيتها وكي نشوفوا الفصل 95 أنا نعتبره اخطر على البلاد على مدنية الدولة على الجمهورية لأنه شو يقول هذا يقول الدولة وحدها التي تنشئ القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني ولا يجوز إنشاء تنظيمات أو أجهزة مسلحة غير
منضوية تحت الجيش الوطني أو الأمن الوطني إلا بمقتضى القانون. يعني ممكن إنشاء ميليشيات، هذا شنو معناها؟ نجم نعمل قانون ويتم، وهذا خطر على مدنية الدولة. واضح. هذا الوحدة الأولى. الحاجة الثانية فيما يخص الحريات ومنظومة حقوق الإنسان وكونية وشمولية. نرجع على كل هذه النقاط بالتفاصيل، فقط عنا فاصل إشهاري تنعطيك الفرصة بعد هذا الفاصل الإشهاري نعطيك. مرحبا بكم مرة أخرى في برنامج تودو. السياسة موضوعنا هو هل نتجه أو نسير نحو الوفاق حول الدستور؟ سي الفاضل باش نعمل كما قلت توا في الكوليس، ما أنا مانيش نعطيك سؤال، تفضل. لا نحب السؤال، نحب نتفاعل مع الشيء اللي سمعته هكا بصفة عامة. الفكرة الأولانية اللي هو الدستور يجب أن يكون العبارات نتاعو قانونية يترتب عليها أثر قانوني، معناتها وقت اللي تقرأ الفصل يعني ترى النتيجة القانونية ويعاب عليه أنه مكتوب بطريقة ربما أدبية نثرية صحيح، وقت ندخلوا للتوطأة كائنا مكرما وإلى آخره تقرأ فقرة كاملة ما تلقاش منها ما تجبد حتى حاجة قانونية، معناتها في نهاية الأمر عبارات يعني في التوطأة. لكن وفي بعض الفصول الأخرى حتى اللي موجودة داخل الدستور تلقى بعض العبارات اللي ما تنجمش تستخرج منها مباشرة، يعني ما ترتبش عليها حاجة قانونية صريحة وواضحة. لكن لازمنا نفهموا أن الدستور راهو عنده حاجتين، عنده الصبغة القانونية لكن عنده الصبغة الرمزية، هو فيه مجموعة من الرموز المتعلقة بكنه الدولة، بكيانها، بهويتها، بمظهرها، إلى غير ذلك، اللي ما تنجمش في كل لحظة وفي كل فقرة وفي كل يعني تلقى ما تسحب منها معناتها الصفة ترتب عليها الأثر القانوني. هذا إذن يلزمنا نفهمه أن الدستور خاطر نسمع فيها برشا هذا الكلام، هذا برشا فضفاض والعبارات وما عندهاش قانونية وما في ماشي. صحيح في بعض الأحيان يجب أن يكون ذلك، لكن نعرفه أن الرمزية متاع الدستور وخاصة في التوطأة تبدأ عندها جانب اللي ربما تنجمش تجبد منه قواعد قانونية صريحة، ولكن تنجم تستخرج منه من أفكار العامة عديد من الأشياء التي تعينك على الاستخراج بعض ما يترتب من الناحية القانونية في خصوص قراءات متاع فصول أخرى وإلى آخره، بحيث هو متكامل. الصبغة القانونية متاعه يجب أن تكون موجودة، لكن في نفس الوقت نفهموا اللي فيه رمزية. احنا وقت اللي تعرف الدستور هذا جاء بعد الثورة، وقت اللي تلقى الإثارة الإشارة إلى الثورة وأهداف الثورة اللي حد ما يعرف أهداف الثورة شنية، لكن احنا نقولوها أهداف الثورة، شنو باش ترتب عليها أنت أهداف الثورة من بعد؟ يعني باش تستخرج منها مجموعة ما كفكرة أهداف الثورة اللي بالفقه القضاء الدستوري فيما بعد بالتكامل اللي يعطيه لكل العبارات هذه ينجم يستخرج منه. هذه العبارة المسألة الأولى. ثانيا هذه موضوع المساواة، وانا نحب نختم الفرصة هذه تاع المرأة والرجل بمناسبة الحوار الوطني. أنا في الحوار الوطني سمعت كل شيء على المرأة والرجل وعلى المساواة. سمعت اللي الفصل خمسة يكفي لوحده وما عادش تحكي لي على التكافؤ. كيف قلنا هم متساويين ما عادش نعمل التمييز الإيجابي. وما يحبوش التمييز الإيجابي، لأنه التمييز الإيجابي وقت اللي نجي أنا باش نعطيها فرص كيما الرجل وأكثر ونزيد نعاونها أكثر المرأة باش نجم تخلط على الراجل، يقول لك لا. هذيك وقتها تولي اعتراف ضمني وانها هي ما عادش متساويه هي والرجل. يطلع لك واحد اخر ومراه اخرى تعمل لك خطاب عكس ذلك، تقول لك لا المساواه تحطها وتكمل تعطيني ويلزمها تكون عندها وتحط لها الحق في هذه وفي هذه وفي هذه وفي هذه ويلزمها تكون في الدستور. هذا مش مرة مش اثنين مش ثلاثة مش عشرة. بين هذا وذاك فما حل وسط. لا 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 معناتها شوف معناتها نتكلم فيك يعني الرؤية لموضوع المساواة تختلف في الوقت الحاضر ولم يستقر عليها رأي. كما يقول توا الزميل جوهر يقول هو راه فما حل وسط يمكن أن نجده. هو هوني ايش عملنا احنا في الفصل خمسة فما المساواة التامة معناتها واضحة معناتها بين المرأة والرجل مواطنين ومواطنات متساويين. الفصل الخامس لا يتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل، يتعلق بالمساواة بين المواطنين والمواطنات. هي صيغة لغوية بين المواطنين والمواطنات في الحقوق. المساواة أمام الحقوق بين كل المواطنين شيء، والمساواة بين المرأة والرجل شيء آخر متميز. شوف الفصل الخامس والدليل أن الفصل الخامس كان موجود في المسودة الأولى وكان مرفوق به فصل آخر يتحدث عن التكامل وتم حذف الفصل المتعلق بال مش مواطنين
المواطنات طبعت. وتم حذف الفصل المتعلق بالتكامل، ولكن تم حذف معاه مساله المساواه. يعني فما خلاف بين التكامل والمساواه يا سيدي، نحيو من سنين ونرتاح. هذا هو التمشي. المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، والشيء اللي سمعته واللي ريته لقيت استبشار بوجود هذه العباره، وما مشاش في التاويل هذايا نتاع بما انه مواطنون وهم سواء امام القانون دون التمييز باي شكل مثلا اي شكل من الاشكال. بالله سامحني نكمل انا. ومن بعد نتعداو الفصل 37 اللي هو يجي يعطي صوره اخرى على المساواه، اللي يقول تضمن الدوله تكافؤ الفرص بين المراه والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات. برشا قال لك الواش هذه احنا كيف قلنا لهم هم متساويين، شنو باش تكفل لهم الفرص كيف كيف؟ هم كل واحد ومقدرته، كل واحد وبداوا يخرجوا الامثله. هذا استاذ يقول لك في المؤسسه نتاعي عندي 80% نساء هم اللي يقريوا لانهم انجح من الرجال. ما حشناش لا بتناصف ولا بحتى شيء، هم هما غالبين وبطبيعتهم وما عندناش المساله هذه. فما يقول لك لا احنا عندنا في مؤسسه اخرى راهو الامور مش هكا وراهم ما يخلصوش كيف كيف، بحيث هالمساله هذه تختلف فيها فيها الاراء. احنا المهم هو انه في نفس الوقت نصصنا على المساواه بين يعني هو يقول ما يش كافيه العباره هذيك، لكن موجوده في الفصل 5، وزدنا معهم تكافؤ الفرص. بكل صراحه نقولوه هذا بحيث يعطي هالصوره هذه ثالث ونوفر هذا لانه مساله مهمه. الفصل 95 هذا اللي تحدثنا عليه خبير، هذا الفصل 95 المده الاخيره خرج هكا، معناته هو صحيح هو حتى في الدستور المسوده دخل في اخر لحظه، معناته خلط في اخر خلط خلوط، معناته الفصل 95 وكل ما يتعلق بالجيش وبالامن الوطني خلط في الاخير في الاخير، حتى تو مازلنا ما حسبناش نقولوا بطريقه نهائيه فيه. وصحيح وقت اللي نقرا الفصل 95 وباش تشوفوا اللي هو معناتها خلط جديد تلقاه الفصل 10 هو نفسه، الجيش الوطني مؤسسه جمهوريه ملزمه بالحياد السياسي يصطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله وحده ترابه ويسهم في جهود الاغاثه والتنميه ويدعم الجيش الوطني سلطات المدنيه وفق ما يضبطه قانون الطوارئ. ومن بعد تلقى في الفصل 95 الاضافه نتاعو باش عاود يرجع لكل فك المكان هذاك، العباره اللي قالها واللي تابع السلطه التنفيذيه واللي ما حبوهاش البعض اعتبارا لانه الجيش مكانه ما يكونش مع السلطه التنفيذيه، اللي يقول هالفكره هذه اللي الدوله وحدها التي تنشئ القوات المسلحه وقت الامن الوطني، يجوز انشاء التنظيمات او اجهزه غير منضويه تحت جيش الوطني او الامن الوطني الا بمقتضى القانون. هذا تنجم تقراها انت بطريقه ايجابيه. ايش معناها؟ معناتها الحاله اللي قاعدين نشوفوا فيها في تونس اليوم من هالتنظيمات اللي موجوده واللي تتمارس في العنف وتستاثر لنفسها الحق، هذيك خارج القانون لانه القانون ما نصش عليها باش انه يكون عندها. ولهذا الاضافه نتاع كلمه القانون هي ماشيه في الذهن اللي حط الفصل هذا، وهي انه الحمايه بان لا يخرج في المجتمع بعد هذه التنظيمات والميليشيات هذه لا. لكن هي في الواقع وفي الاخير ونكمل بهذا في الاخير المقتنعين وانه فعلا هذه تفتح الباب، ولهذا وقع الاقتراح وانه يقع العدول عليها، وهذا ما سيقع اعتبارا اللي قلت لكم عليه. هذا التوضيح نتاع الفصل 95 فقط ملاحظه بسيطه سي الفاضل، وانه اذا القانون هذا ولا غيره معناه يفتح التاويل اللي انت كنت اكدت يفتح التاويل. لا لا والملاحظات في طريقها الملاحظات اللي قالها توا سفيان معناتها في طريقها وفعلا مشكل، فما مشكل فقنا بالمشكل والمشكل موجود، ولهذا معناتها الصياغه باش تتغير باش ما تفتحش الباب لمثل هذه مدام لمياء. وبعد نجيك سي الحبيب ناتيك. حبيت انا نجاوب على شنو اللي قال سي فاضل. فما ناس قالوا كيفاش احنا نمشيو في المساواه ونمشيو في التمييز الايجابي، معناها هذا يتناقض مع المساواه. علاش باش كان نشوف المساواه؟ علاش باش نعطيو اليات نتاع تمييز ايجابي ولا نتاع تناصف؟ احنا راهو التناصف طلبناه في الانتخابات والهيئات الدستوريه، والتمييز الايجابي بصفه عامه راهو مبدا تعمل. علاش؟ باش تمكن الفئات الضعيفه انها توصل في نفس المستوى نتاع الفئه الاخرى باش تنجم تطبق المساواه. شنو نعطيك مثال اخر انا مش على النساء، ناخذوا الجهات. الجهات اللي اليوم فما جهات مهمشه تهمشت، شنو لازمنا نعملوها؟ لازمنا نعطيوها اكثر مثلا في الميزانيه للتنميه، هذا يتسمى ان نميزها. علاش؟ لان هي كانت اضعف ووقع مثلا تمييزها. النساء مثلا كي نشوفوا سي فاضل يقول 80% في الجامعه نساء، ولكن كي نشوفوا مواقع القرار ونشوفوا مثلا في الاداره في الترقيات الكل نلقاو انه لانه مورس ضد النساء تمييز وتحملت اعباء اجتماعيه للمراه خليها ما تكونش في مواقع القرار. اليوم هذيك اليه، واحنا توا شوف نتكلموا اليوم على هذا، احنا دستور المغرب اللي تعمل في 2008 دستور المغرب مشى اكثر من هكا. دستور المغرب عمل اليه
لمراقبة التناصف والتمييز اللي احنا مش موجود عندنا، فما هيئة كاملة عملها دستور اون كونسيكراسيون يوصف فيها هدفا، التناصف في دستور المغرب هدف مش قاعدة واجبة التنفيذ، لكن مثلا هدف ولكن فما آلية لمراقبة التناصف والتمييز للعمل على تحقيق وهذا سي كونسيكراسيون دا ميكانيزم دو كونترول دو ليغاليتي اي دو لا باريتي. اليوم احنا بعد ثورة وجينا بعد المفروض انه احنا نقدموا اكثر. حبيت في ساعة حبيت نجاوب المسألة الفلسفية، التناصف ليس تمييز وانما تطبيق للمساواة. إذا قولوا أنه فما المرأة والرجل فالمساواة بيناتهم أنه كل شيء بيشتر، خاصة أن المجتمع التونسي من ناحية ديموغرافية راهو 51% من النساء، وبطبيعة الحال أنه يكون التناصف هذا هو الواقع. حبيت نكمل فيسع بسرعه على سي الحبيب كي قال احنا ما زلناش نعملوا حاجات باش نسكروا على مثلا باش ندخلوا المساواه في الارث ولا باش منع عقوبه الاعدام. احنا نقولوا احنا رانا ماناش احنا ناسسوا لمبادئ عامه، راهو الدستور كي اسس ياسس لمبادئ عامه ولاجيال، معناها احنا هذيك سي دي ديبا دو سوسيتي اللي يجيو بعد، معناها انا لازمني نرسي المقومات نتاع هالدوله هذه ومن بعد احنا هذاك اذا كان بعد قرن راو انه ولا بعد 10 سنين راو انه لي ديبات سوسيتي تمشي نحو تحقيق اكثر من المساواه فيا حبذا، ولكن هو راو المبادئ العامه والدستور يتعمل لتحقيق مزيد من الحريات. انا حبيت نرجع للي قاله سي سفيان بكري بخصوص الفصل 148. راو التوافق شو معناها توافق؟ توافق انا نحط كلمه وانت تحط كلمه ونعملوا الدستور، مش هذا التوافق. التوافق انه وقت اللي توافقنا على الفصل الاول من الدستور هو الدستور كيما كيما جاء في دستور 59 باللي ديبا اللي عملوا المجلس القومي التأسيسي وقتها بالجوريسبرودونس اللي تعملت بالفقه وفقه القضاء نتاع 50 سنه اللي تعمل. كي نجي انا بعد في الفصل 148 ونقول الاسلام دين الدوله، الدوله لا يمكن ان يكون لها دين، ولكن باش ندخلوا في مشكله كبيره. هاي شنو هي المشكله انا اللي خممتها؟ دين الدوله معناها هذه الذات القانونيه المعنويه، كيف يمكن ان يكون لها دين؟ ثم اذا كان نقول دين الدوله، انا كي ناخذ التونسي اليهودي ولا التونسي المسيحي هو ينتمي إلى هذه الدولة، فهو ينتمي إلى دولة لها دين من غير دينه، وهو ينتمي إلى ذات معنوية كما الشريك في الشركة. الشريك في الشركة كي تجي يعني لازم يكون له نفس الحقوق والواجبات لبقية. حتى بعيد على الحوار الإيديولوجي على مسألة موقع الدين في الدولة إلى آخره، هناك توافق وطني هذا من اللي فهمناه على الأقل قبيل أثناء وبعد الانتخابات مجلس التأسيسي، أن هناك توافق على المحافظة على الفصل الأول كما كان في دستور 59. لكن لما نقرأ لليكتور كومبيني بين الفصل الأول والفصل الأخير فصل 148 قبل الأخير من المسودة، واللي يقول أنه لا يمكن تعديل الدستور بما يتنافى مع الإسلام كدين للدولة، يعني أنه منطوق الفصل الأول تغير خلسة، تغير خلسة، لأنه منطوق الفصل الأول ما عادش كما نعرفوه، تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دين والعربية لغتها والجمهورية نظامها. منطوق الفصل الأول صار كالآتي: تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة نقطة، الإسلام دين الدولة نقطة، العربية اللغة الرسمية للدولة. وهذا وهذا يعني المحتوى مختلف تماما على محتوى الفصل الأول، أي على محتوى التوافق. يعطيك الصحة. جايك سي عبد الباسط، فقط زاد نعطي الكلمة سي الحبيب باش يرد على كل هذا بخصوص كل ما تقال بالفصل الخمسة، الفصل 37 وفصل 95 و 148 فصول ربما مش قادر يجاوب على كل، لكن ثم مسألة أساسية، ثم مسألة أساسية، مسألة الحوار الوطني، وهذا يلزم نستوعبه الكل. وسي فاضل عاين الشيء هذا في الحوار الوطني، يجب أن ندرك وأن نقر بأن عدم الرضا في اتجاهين مش في اتجاه واحد. عدم الرضا اللي نلمسه في الحوار الوطني مش فقط في اتجاه أعطيني الكونية وأعطيني الدولة المدنية، أيضا ثم اتجاه آخر اللي يقول هذا النص، عفوا اللي يقول اللي النص هذا يخرق علاقة الدين بالدولة وعلاقة الإسلام ويحله محلا أقل مما يجب. وقت اللي يحكي في الفصل 36 يقول لك في الفصل 36 اللي يخص حرية الإبداع والإعلام يلزم تنص لغادي على حماية المقدسات. وقت اللي تجي تحكي على دور المساجد يقول لك علاش المساجد بالذات،
تحييدها عن الدعاية الحزبية، علاش مش النقابات؟ يعني هذا يجب أن نستحضره وقت اللي نستحضر بالنتيجة. بالنتيجة هي بيدها أنهم زوزة طرف هذوما بينجموا يصوتوا بلا. لا لا أنا هذا نقول لك على عدم الرضا. لا وأنا اللي نستنتج خلاف هذا، نقول إذا نحن في المنطقة الوسط، أنا وقت اللي نلقى الناس اللي منا في الطرف هذا في الأقصى هذا تنتقد وفي الأقصى هذا تنتقد، نقول نحن في المنطقة الوسط، مش معناها النص هذا كامل قابل للتحسين، ولكن هو في الوسط اللي يرتضيه الشعب التونسي في غالب المضامين متاعه. هذه مسألة. مسألة الفصل 148 148 وعلاقته بالفصل الأول. الفصل الأول صيغته لم يتغير فيها حتى عبارة. تغيرت هذا في الظاهر، أما في الأصل تغيرت. تحدث عن العبارات عفوا، لم تتغير فيه أي عبارة. لا احنا رجال قانون ونعرف، لما نقرأ النصوص نقرأها كون بيني، ما نقرأهاش معزول على بعضها. سمحني خي كامل الفكرة. أنا نقول لي كونه لم تتغير فيه أي عبارة، وإذا كان ثم خلاف هذا أثبته. تقول لي المقصد منه شيء آخر، تو نجي المقصد. الفصل واحد لم تضف فيه لا حرف ولا كلمة ولم ينقص منه شيء، هو على حاله. واحد. اثنين، الفصل الأول كما كان في 59 ينص على أن الإسلام دين الدولة ولي حجة بالقانون. الدولة التونسية كي صادقت على الاتفاقية بتاع سيداو عملت تحفظات. الأساس بتاع التحفظات شنو هو؟ الفصل الأول. هي اختلافهم على الفصل الأول تأكيدا على أن الإسلام دين الدولة. كيفاش الإسلام دين الدولة؟ دولة دينها الإسلام وفيها يهودي وفيها مسيحي، إيه شنو المشكل؟ والشركة، ضربت المثال بتاع الشركة، والشركة اللي هي جنسيتها شركة تونسية وينجم يكون فيها أجنبي، هاي تجي هكذا ضربت مثال بتاع الشركة ولا يستقيم. إذا ما يلزمش نضخموا المسألة هذه أكثر مما يجب. اللي عنده رأي في فصل 148 يسمع ونجم يقول أن نحب نطلب حذف الفصل 148 وتقال هذا يبرشا في الحوار الوطني، وسجلنا هذا سجلنا هذا من الطلبات وتو تنظر فيه ونجم يعرض في الجلسة العامة ونجم يصير التصويت عليه. يعني هذا من المسائل المطروحة، لكن أنا نقوله رانا خلنا الصيغة الأصلية واختلسنا. لا لا نختلس، نحن نقوم بشيء في وضح النهار وأمام الإعلام وكل ما نقوم به واضح، ولكن من حق الإنسان أن يعبر عن رأيه. هذا تقريبا في المسائل، مش عارف إذا كان ثم مسائل أخرى ما تعرضت لهش. لا تقريبا حبيت نرجع زيادة معك الفصل 95. أي الفصل 95 نضيف حاجة على اللي قالها سي فاضل. الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة وقت اللي نظرت فيه هذا كما قال هو الباب متاع الأمن والدفاع جانا في آخر لحظة، وحتى الهيئة هيئة التنسيق والصياغة كنا احنا ضروري وقتها عندنا أول اجتماع للحوار الوطني كان نهار 16 ديسمبر. كان ضروري أن نصدروا النص باش نمشوا للناس وقت الحوار مع نواب الطلبة، نصدروا النص اللي باش نمشوا به للحوار الوطني. فنهار الجمعة اللي قبله اللي هو 14 ديسمبر خدمنا لليل، معناها تقريبا للثمانية متاع الليل بقيت في المجلس. في الحالة هذه الفصول هذوما كي وردوا علينا وردوا علينا في الأخر، هيئة التنسيق والصياغة لم يتيسر لها أن تنظر فيه. وهذاك علاش وقت تشوفوا الباب نتاع السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه تلقوا ثم راي الهيئه المشتركه للتنسيق والصياغه، في هذوما ثم فصول كتبنا خلينا البلاصه تحت نتاع الهيئه وما ادرجنا حتى شيء، وثم فصول ما حطيناش تحت لانه ما نظرتش فيهم الهيئه. اجتمعت الهيئه بعد ما اصدرنا النص هذا، ولكن باش كيف نكملوا الحوار الوطني بنفس النسخه عملنا الملاحظات وما نشرناهاش. الملاحظات من ضمنها في الفصل 95 تطرح عندنا النقاش متاع عبارة هذية في حدود أو إلا بمقتضى القانون. وكان نقاش ثم شكون قال نحو العبارة هذه، ثم شكون يقول لا نخلوها، والفهم الإيجابي اللي أشار له سي فاضل منذ حين. والكثير من الأحكام هذية رينا أنه لا مدعاة لها، وكان ثم التوجه أنه زاد هذية ما هوش موقعها، قسم الدفاع، قسم الثالث الدفاع والأمن، والقسم الأول رئاسة الجمهورية، والقسم الثاني الحكومة، ولا وكأنه هو يعادل رئاسة الجمهورية والحكومة. وهذاك علاش كان ثم مقترح، وهذا من المقترحات اللي ترفعت للجنة، أنه هذا يكتفى بثلاثة تنصيصات فيه، ثلاثة تنصيصات أساسية فيه، وتنقل إلى باب المبادئ العامة، وين ثم فصل يخص المؤسسة العسكرية بطبيعته، والفصل متاع الخدمة المدنية اللي هو التكرار حرفي. الفصل 12 في النص هذا والفصل 98 هو حرفيا نفس النص. اذا هذه الفكره فيما يخص المساله هذه، وتبقى من المسائل. انا الحقيقه راه فوجئت برده الفعل، وكما اشار سي فاضل منذ حين، يعني في البدايه كي تناقشنا فيه لم ننتظر مثل هذا، وكي تناقشنا رينا رؤيه اخرى، ولكن نجم نكونوا غلطين فيها، نجم نكونوا غلطين فيها وقابل انها تصلح. لا احنا نذكرك يا زعيم وقتها في الجلسه هذيك الفتت الانتباه
وفقنا بها احنا وفقنا وان باش تفتح باب كما كنت نقول لك ووقع الاتجاه على انه سيقع لاعاده نظرة فيها لكن ما ماشي توجه هذا هو حبيت نذكر لكن كلمه وحيده في هذه من ضمن الحاجات اللي طرحت وقتها ماذا لو ان الدوله التونسيه تتجه مستقبلا في اتجاه السماح بشركات الخاصه للحمايه وهي تجربة موجودة في أمريكا اللاتينية وأوصلت يعني إلى لا خليني من أوصلت يعني هذه من ضمن الإمكانيات وطرحت في الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة إذا كان نحب نخلو الباب مفتوح لمثل هذه التجربة يلزم تخلي إلا بمقتضى القانون إذا كان نحيتها راه باش تمنع هذا مطلقا هذا هو المشكل الارتجال بالصورة هذه يعني نعطيك وقتك فقط نشكرك على صبرك سي عبد الباسط ونعطيك زاد وقتك اللازم اللي باش تعبر فيه احنا صابرين على الدستور ما نصبروش في حصه يعني يعطيك الصحة اشفر احنا صابرين على الدستور صابرين على الاصلاحات ويعني نجيك جوهر في البلاد الصياغه نتاع اي دستور في المرحلة هذه المرحلة معقدة وصعيبة وكذا باش تلقى فيها بعض النقائص اللي على مستوى مثلا بعض المصطلحات نقص في بعض الصياغات هذه مش مشكل لأنه تحسين الصياغة ويعني وإضافة الأشياء تقع وتنقيص بعض الأشياء تقع المشكلة هو في الأشياء اللي احنا هو شفنا احنا بعد 3-4 قضايا طرحناهم مكتوبين كأنهم واضحين لكن أثاروا بيناتنا خلافات جوهرية فما بالك بالناس فما بالك بالناس يعني هنا احنا مش نتحدثوا على خلاف حول يعني المساواة امام القانون وفي القانون او كذا هذا مثلا من بعض الصياغات هذه نجم نتلافوها احنا نحكيو هنا على تصورات اصلا للجوهر نتاع رؤيتنا للدستور والمجتمع الجاي اللي نتصوروه يعني كي ناخذوا مثلا فكره الصياغه نلقاو انه مثلا الأشياء الأساسية ما تقعدش تحيتها في التوطأة اللي هي الأشياء الأساسية اللي طالبت بها الثورة واللي هي الحريات والحقوق هي ينجم يكون على فكرة برشة توطئات نتاع برشة تأسيسات تلقى فيهم كلمات شعرية مثلا في الدستور الأمريكي تسمع كلمة السعادة أنه هدف الحقوق هو الوصول إلى السعادة مثلا يعني فهمتي لكن قبل يلزمك أنت تكون تحط الأشياء بوضوح لما تقول انا نعتبر انه مدنيه الدوله بالنسبه لي انا مساله هامه للاجيال القادمه اذا ما تحط بكل وضوح لما نقولوا انه التنميه وارتباطها يعني بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه مساله هامه هذه تكون يعني بكل وضوح وبكل صراحه موجوده في نص الدستور هذه المساله الاولى المساله الثانيه هو انه ما نفتحوش ابواب لتاويلات تنجم تؤدي بنا الى مخاطر من نوع الفصل هذا اللي يحكي على الجيش والامن يعني شنو علاقة الجيش والأمن ونحذفوا أشياء أخرى بمقتضى القانون يعني فما أشياء قادرين باش نتجاوزوها تماما فما مسألة أخرى اللي هي تطرح مشكلة صياغة مش لأنه فما ألفاظ أو عدم ألفاظ لأنه أحيانا رغم التحسن بتاع الصياغة هذه نحسوا أنه كأنه دستور يعني يضيع شوية أنه عندنا ذاكرة قانونية كأنه البلاد ما فيهاش ذاكرة قانونية البلاد هذه راهو عندها ذكر قانونية ومدنية وحضارية وخصوصية ساهمت في الكونية الإنسانية راهي بلاد عندها تقاليد دستورية وتقاليد قانونية تقاليد قانونية كتبت على حقوق الطفل كتبت على المرأة كتبت على قوانين العمل قوانين الشغل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يعني فما هيكل قانوني واضح وموجود يمكن كان اعتماده لتلافي هالصراعات وهالدخول في أشياء اللي هي مكرسة في القانون ثم حاجة أخرى والتراث كله هالدولي هذا متاع الحقوق والحريات في المواثيق الدولية اللي هي مرة أخرى فما كاين وفما حد يحب يحط هكا تعارض تام بين الخصوصية متاعنا وبين الكونية وهذا على فكرة مسألة خطيرة جدا لأن احنا بالعكس وهذا ما قلنا مثلا في عهد تونس حقوق الحريات قلنا احنا ساهمنا في بناء الكونيه الانسانيه بتراث يعني حضاري عميق فما ناخذ مثلا تو خذينا ناخذ حقوق يعني ذوي الاعاقه فما حاجات مكرسه في القانون الدولي وتونس منضمت لهم علاش انا نسيب الاشياء هذه ولا فيها تحفظات ولا فيها المشاكل الكبيره نتاعك القضايا دائما على خاطر راهو اذا باش نجبدوا الخصوصيه ما تتجبد الخصوصيه في بلداننا الا لحاجتي إما لضرب حقوق النساء وعدم الاعتراف بأن النساء هما جزء هام وهما اللي يحميوا في البلاد هذه وإلا
أقلية. لتمرير أشياء من نوع ضرب الأقليات، التعذيب، ضرب الكرامة، العدالة الاجتماعية وغيرها، فقط وقتها تجبد معناها الخصوصية. إذن فما تراث قانوني دولي، تونس مش فقط جزء منه، بل تونس ساهمت في بنائه. يعني احنا كنا موجودين من العهود الدولية لحقوق الإنسان، احنا شاركنا في السيداو، تحفظنا على نقطة ولا اثنين، بطبيعة الحال نجم نتحفظوا، لكن احنا منضمين إلى روح السيداو وإلى روح اتفاقية التعذيب وكذا، لأن حقوق الإنسان ماهيش مقدس، ماهيش معناه نص يتصب على المجتمعات. احنا ساهمنا في بناء النصوص هذه، وعنا وتأثر قانوننا الداخلي بالنصوص الدولية هذه، وهذا أنشأ، هذا شو أنشأ؟ أنشأ ممارسات اجتماعية ووعي سياسي ووعي ثقافي ووعي مدني، اللي هو أثر في حياتنا. إذن العودة إلى أشياء أو شيء غامضة، تجاهل تراثنا القانوني في جانبه الإيجابي، تجاهل هالتراث الكوني هذايا، هذا اللي باش يدخل أولا زعزعة لأسس المجتمع، ما هو متعارف عليه في المجتمع، يفسد لنا ثقافتنا القانونية وثقافتنا السياسية، يلخبط لنا الدنيا، ويمنعنا كذلك على تصور أمثلة حتى للتنمية. إذن كما يلزمنا نحذروا من بعض يعني العبارات الغامضة وكذا وكذا، يلزمنا نعرفوا احنا في المرحلة هذه التاريخية، وبناء على تراث ثقافي وحضاري متمدن يمشي نحو المدنية مش نحو الهمجية والعنف، كيفاش هذا نلخصوه وفي إطار حوار وطني نطلعوه باش يأسس لمجتمع جديد. مثلا أنا نعطي مثال بسرعة شوي سي عبد الباسط، باش نختم بالمثال هذا اللي هو يدخل نوع يعني من الاضطراب اللي ما فهمش علاش، يعني فهمتي؟ طبعا احنا نعرفوا انه الديمقراطية على شنو تقوم؟ تقوم على الانتخابات، تقوم على الثقافة الديمقراطية وعلى التعددية وعلى الكذا والى اخره والى اخره، وعلى ما يسمى بالتنافس السلمي على السلطة وكذا. احنا في التوطأة شنو تعمل كلمة التدافع السياسي؟ منين جات هذه؟ التدافع السياسي هذه من اي تراث قانوني على دستوري على سياسي؟ هالكلمه هذه متى تدافع السياسي؟ يعني احنا كنا بعد الثوره كنا نشوفوا في الناس معناها اللي هذا يقول تفضل يا اخويا كذا، مشينا انقذنا 1,300,000 لاجئ في اطار ما يسمى بالكرم والحضاره والتمدن. توا شنو باش تولي تونس يعني باب محلول، والناس اللي هذوما كلهم يجروا ويوحلوا في الباب بعضهم، بداوا يدزوا في بعضهم، يعني هذه تونس اللي نتصوروها التدافع السياسي؟ احنا نحكيو على المدنيه، نحكيو على التحضر، ونحكيو على اداره الحوار السياسي سلميا. واضح، يعطيك الصحه سي عبد الباسط جوهر ومدام لميا وسفيان، نعطيكم وقتكم مباشره بعد هذا الفصل. تفضل جوهر، ولكن فقط هو سؤالي، وانه يقول سي عبد الباسط لابد وانه نرجع للذاكره القانونيه نتاع بلادنا. واسمعنا زاد وانه فما كلام يقول وانه حتى نتفاداو ممكن فصول اللي قابله للتاويل، نجم نقول الفصول هذه ما تندرجش في اطار الدستور ولكن في اطار تشريعات اخرى. كيف جاوبني في هذا السياق؟ شوف، مساله الذاكره القانونيه اعتقد انها هي الذاكره القانونيه والمراكمه، مراكمة التجربة القانونية. تونس بلد قانون منذ قديم الزمان، يعني وراكمنا تجربة قانونية وتجربة دستورية، جزء من حضارتنا. أعتقد أنه الخطأ المنهجي كان من البداية خطأين في المجلس التأسيسي، خطأ إتقال هو الانطلاق من الورقة البيضاء، رغم أنه المجلس التأسيسي هذا بتاع تونس محظوظ لأنه مجتمع مدني وخبراء قدموا له يعني دي ماتريس خدمة، تركهم جانبا أو استعملهم هامشيا وخير الانطلاق من الورقة البيضاء. ولكن أيضا الخطأ المنهجي الأساسي هو غياب هيئة خبراء قارة تعمل داخل المجلس الوطني التأسيسي مع كل اللجان. هذا هو سبب المشكل على مستوى الصياغات. اقتراحنا الآن لتدارك هذا مش الاستماع هكايا بشكل من حين إلى آخر، كل مرة يجيبوا خبير من هنا وهناك ويستمعوا له ربع ساعة ولا نص ساعة ولا سويعة من زمان، أن يتم إنشاء هيئة خبراء قارة تعمل داخل المجلس الوطني التأسيسي إلى أن تنتهي صياغة الدستور، تعمل يعني الأكومباني الهيئات التأسيسية في عملها اليومي والمباشر. هذا اقتراح ربما يمكننا من الخروج من الأزمة.
فما مسألة الارتجال، نتفاعل مع مسألة الارتجال بالنسبة للباب الثالث اللي تم إضافته على مسألة على مستوى الأمن والجيش الوطني. نعتقد أن الفصل 12 من الواحد من الباب الأول كافي فيما يتعلق بالأمن. إضافة والزج بالمؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية في هذه التفاصيل في باب كامل هو مغامرة سياسية قد لا نحسب لها الآن عواقبها السياسية. لكن نرجع اللي قالوا الكلام اللي قاله عبد الباسط لأنه المهم، نرجع إلى باب الحقوق والحريات وما يوجد في هذا الباب. هناك إشكاليات كبيرة في باب الحقوق والحريات، بالإضافة إلى ما قلت عن مسألة تهميش المساواة بين المرأة والرجل ودمجها في مسألة المساواة بين المواطنين. ونحن نعرف ورجال القانون يميزون بين المساواة بصورة عامة ومسألة المساواة بين المرأة والرجل. لكن أيضا تغييب مسألة كونية حقوق الإنسان، هذه مسألة. ولكن الأخطر من هذا كله في هذا الباب، أنا قلت أنه كتب بروح وكأنه الحرية شر لابد منه. في كل مرة يتم الحديث عن حق أو عن حرية في هذا الباب إلا وكان البحث عن التقييدات وعن الضوابط وعن الحدود وعن التنظيم أكثر من روح الإقرار بالحرية وتضمين هذه الحرية في الدستور. أمثل من هذه الطريقة سيجوري، مثلا الحق في الحياة إلى آخره إلا في الحالات التي يضبطها القانون الاستثناء. مثلا في الفصل 16، مثلا في الفصل 18 لا يمكن الحد من هذه الحريات والحقوق إلا في حالات قصوى يضبطها القانون وبإذن قضائي. مثلا الفصل 24 تلتزم الأحزاب والنقابات إلى آخره تلتزم. الفصل 25 الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي مضمون ويمارس طبق ما يقرره القوانين من ضوابط إجرائية. يعني وهناك الفصل 27 والفصل 28 كلها تبحث على البحث عن الضوابط والقيود أكثر منها إقرار الحريات. نعرف أن الحرية مش مطلقة، نعرف أن القانون سينظم الحريات وسيضع ضوابط وقيود على هذه الحريات. لماذا في الدستور؟ الدستور نص الحرية وليس نص تقييد الحرية. سنترك هذا للقوانين تنظم هذا المجال. ولكن لماذا الإشارة في كل مرة هذا البحث أو هذا الخوف، هذه الخشية من الحرية والخوف من كلمة الحرية؟ الدستور يقول الحرية وينتهي، يضمن الحرية وينتهي. مسألة أخرى، مسألة أخرى بإيجاز في النقطة هذه، عندما يكون النص الدستوري مطلقا ينص على الحرية ولا ينص على إمكانية تقييدها، لا يصبح عفوا يصبح كل نص قانوني مقيدا لتلك الحرية نصا غير دستوري، وستحكم المحكمة الدستورية بعد الدستوريات. هذا خطأ من الناحية القانونية. عندما يضمن الدستور الحرية، وهذا موجود في كل دساتير العالم، لا تجد هذه العبارات في دساتير العالم، عندما يضمن الدستور الحرية لا يعني أنه لا يسمح للقانون بتقييدها أو بتنظيمها. صيغة التقييد تختلف، صحيح أنه في الدساتير هناك الصيغة اللي تقتضي. المهم في هذا مش الحديث في التقنيات، المهم مش التقنيات، المهم هو الروح، هو الروح التي كتبت بها. عندما أقرأ في باب الحقوق والحريات في 19 مرة، في 19 فصل وهو متكون تقريبا من 23 فصل، في 19 فصل العبارة هي الآتية: تضمن الدولة حرية المعتقد، تضمن الدولة حرية التنقل، تضمن الدولة حرية التعبير، تضمن الدولة حرية. في 19 مناسبة الدولة سيدي لا تضمن الحريات، الدولة تلتزم بعدم الاعتداء على الحرية وحمايتها من الاعتداء. الدولة ما عندهاش كارة الحريات وهي توزعها علينا. هذا اللي عشنا به 60 سنة في تصورنا الفلسفي أن الدولة هي الماسكة بالحرية وهي اللي توزعها. التصور اللي يزم تبنى عليه باب الحقوق والحريات أن الحرية أصل في الإنسان، متأصلة في الإنسان، والدولة لا تعتدي عليها. الأدهى والأمر هو أنه في باب الحقوق الفردية والسياسية العبارة تبدأ بالدولة تضمن، المسألة في يد الدولة. ولكن في باب كل ما يتعلق الأمر بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية كالحق في الشغل، أين يكون يعني أين تكون الدولة ملزمة بالفعل الإيجابي وليس بالانكفاء؟ لأنه يعني في الحقوق المدنية والحقوق الفردية والسياسية المطلوب من الدولة هو الانكفاء، هو التراجع، هو عدم الاعتداء على الحرية. ولكن في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدولة عليها أن تبذل، أن تكون إيجابية. ولكن الصياغة المستعملة من في عذر قوله تضمن الدولة حق الشغل، يقال تعمل الدولة، ستبذل الدولة كل مجهودها، ستسعى الدولة، سيعني هذه الفورمولاسيون لاش، في حين أنه كان من المفروض قلب المعطيات أنه في باب في المجال المتعلق بالحقوق الفردية والسياسية الدولة تكون
يعني الاتيتود نتاعها سلبيه ان تتراجع وان تكون ايجابيه في الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، وهذا كان معكوس في باب الحقوق والحريات. ثم وانتهي بهذا، مساله عدد كبير من الحقوق المرتبطه رمزيا بالثوره غائبه. اين الحق في التضامن؟ اين الحق في التنميه؟ لو دووا او ديفلوبمون، لو دووا على سوليداريتي. اين الحق في مكافحه الاستبداد والظلم؟ أين حقوق الشباب؟ الشباب التونسي هو المتغيب الأكبر في هذه المسودة، من أول كلمة إلى آخر كلمة لا توجد كلمة الشباب. وأين حقوق الشباب؟ الحق في التكوين المستمر، وليعرفوا مشكلة بطالة الشباب الحامل للشهادات، يعرف مسألة أهمية التكوين المستمر. أين الحقوق المرتبطة بالإنترنت والحقوق المرتبطة بالربط الرقمي وحرية الإبحار؟ هذه حريات الشباب كلها، وهو رمز من رموز الثورة. أين الشباب؟ رمز هذه الثورة في هذه المسودة. مسألة الضوابط القانونية فقط توضيح في الحوار اللي صار. الضوابط القانونية هذه مسألة خطيرة جدا، لأنه احنا نحبوا على دستور يضمن مثل الحقوق اللي وقع ذكرها، ويتلافى عديد النقائص في باب الحريات والحقوق، عديد النقائص اللي توري أنه ما فهمش أحيانا حتى مواكبة لآخر مسار في العالم في مجال حقوق الإنسان. لكن في نفس الوقت يزن فما ضمانات، احنا نقولوا ضمانات، هي ضمانات دستورية وضمانات مؤسسية إلى آخره. لما تشد أنت كل حق من الحقوق في التجارب السابقة في كل دول العالم، كي تاخذ أنت الحق وبعد تسلبوا بفكرة القانون بهذا الشكل، يعني اللي مديته بيد تعالوا تاخذوا باليد الأخرى، وهذا مدخل للاستبداد. فما إمكانيات عديدة يعني فهمت لإيجاد حلول لمثل هذه المكان. كل حق من حقوق الإنسان، أكثر حقوق الإنسان نجم تعترف معناه بإطلاقها وب يعني إنها تعبر عليها بكامل الإطلاقية. ثم من بعد فما قوانين، فما قانون الصحافة ينجم يحدد، فما قانون كذا ينجم يحدد. هذا نوع من تشريعات أخرى غير الدستور، هذا نوع، هذا من نوع من التحديد. لكن اللي يرجع زادة، فما بعض المخارج الأخرى في بعض الدساتير، وتلقاها هذه مثلا مأخوذة من تراث حقوق الإنسان وخاصة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يقول لك هذا الحق مثلا يقيد بالقانون في مجتمع ديمقراطي. في مجتمع ديمقراطي يعني القانون الذي ينشأ في إطار علاقة يعني متاع سيادة الشعب، وفي إطار ناس تمثل الناس. يعني فما حلول عديدة، فقط الواحد أنه يمشي للتراث هذا القانوني مش نجم يلقى له حلول. نكمل مع سفيان وبعد نجيك سي الفضل وسي الحبيب، كيف نعطيكم وقتكم. هو رو سي الفضل ندلوا عليك شوية ساعات أن نحب نرجع شوية أنا للمساهمة التونسية في الموروث الإنساني. أنا تعرفوا أنه تونس كانت من الدول الأوائل اللي منعت العبودية، وحتى أنه بي تونس وقتها في القرن 19 أن بعث للولايات المتحدة يطلب منها أنها تقتدي بتونس قبل ما تولي دولة عظمى. لكن بشوريك أنه تونس ساهمت في التراث الإنساني الكوني. اليوم من المفروض أنه الدستور الجديد بتاعنا اللي هو يعبر على تطلعات بالأساس نحو الحرية، يلتزم بكونية حقوق الإنسان وشموليتها. منظومة هذه شاملة، والخصوصية هي خصوصية في الإثراء وليس في الحد من هذه الحقوق والحريات. بمعنى أن روح الدستور هي مسألة عامة، نحكيه على روح القانون وروح الدستور. روح الدستور يجب أن تكون روحا تحررية. إذا كانت هذه الروح تحررية، بعد التقييدات اللي تكون من نوع أنه بمقتضى القانون ما لم يتعارض مع الروح التحررية للدستور، باش نعطيه للقانون أنه ينظم، وللمحكمة الدستورية المقبلة أنها تنظر بصفة جدية باش تقول لا، القانون هذايا لا يتماشى مع روح الدستور، فهمت؟ أو يتماشى مع روح الدستور باش نضمنوا أكليلان فير ليمونسيباسيون فير لا ليبرتي اللي ننجدوه الكلنا واللي قامت من أجله الثورة. المشكلة هذه هي اللي، وهذا التخوف بصراحة،
اللي ممكن تخلي النقص الكبير في فيما يتعلق بالقضاء. أنا نحس أنه الجانب المتعلق بالقضاء لا يضمن استقلالية كبرى وحقيقية لهذه السلطة التي نريدها مستقلة فعلا، والتي عانينا معناها لمدة عقود طويلة من عدم استقلاليتها. اللي نعيبه أيضا أنه في باب حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة جاء عاما ولم ينص صراحة على ضمان حرية الإعلام وعلى ضمان حرية الرأي والتعبير. يعطيك صحة سفيان. كمليك سلحبي في الحقيقة من ممكن أول حوارنا قراحي مانيش مضطر ياسر باش جوبوز دي كاسيون، مي تفضل الكلمة ليك. طيب سلحبي. ثم جملة من النقاط، أولا بعض النقاط أثارها سي عود باسط، الحديث على أنه ما نستعملوش صيغ اللي تنجم تكون قابلة للتأويل، ومن بعد راه ينجم واحد يفهمها هكا وواحد يفهمها هكا، وتم الاستشهاد بعهد تونس للحقوق والحريات. أنا باش نقرأ مثال خلي الناس كي يسمعوه يقول لي هذايا يلي ندراه هو من اللي نجم يحل بيان نتاع التأويل ولا منع كل أشكال التمييز ضد المرأة وتجسيم مبدأ المساواة والتناصف في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي مادة الأحوال الشخصية. هذا اكتبش هني قراه طموحنا أن نعمل مساواة في الإرث بما يخالف مقتضيات المجلة حاليا وإحكام القرعة، ما قالش. ولكن بمثل هذه العبارة اللي وردت مبهمة ملكم تا النجم نلقوا رواحنا بعد في مشكلة. نحب نقول راهو هذايا خاصية القاعدة القانونية ككل مهما نمشوا في الدقة نتاعها تنجم تستدعي التأويل، وهذاك علاش يلزم ونراه شخصيا هذا من النقائص اللي موجودة. يفترض أن يكون عندنا فصل يخص كيفية التعامل مع الوضعيات التي تستدعي تأويل، كيف نؤول باش ما يبقاش مفتوح من بعد المحكمة الدستورية بالقضاة هذوما تعمل راي بقضاة اخرين تمشي في اتجاه اخر. قد يكون الاول نعم قد يكون من الاول. بالنسبة لمسألة صورة التدافع اللي تم ذكرها ومن اي معجم، التدافع جاي من المعجم القرآني واضح، والتدافع وقت ناخذوه في السياق نتاعه مش نتاع الناس يدزوا في بعضهم في باب ونجموش يخرجوا راه عارف معجم اقرب سياسي. استنى سامحني سامحني، لا لانه قال منين جات حبيت نقول له رجعت معجم القرآني التدافع الاجتماعي وماهوش نتاع ناس يدحروا في الباب. لا، التدافع في السياق القرآني هو أداة للبناء وأداة لتحقيق الخير والصلاح، ماهوش نتاع ناس تدحر في الباب. مسألة الورقة البيضاء والخطأ المنهجي اللي عمل المجلس التأسيسي في أنه انطلق من ورقة بيضاء، أقول لا 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 أقول لأنه نحب نقول للعكس نتاع هذا، وهذا تطرح سابقا لو كان المجلس التأسيسي لم ينطلق من ورقة بيضاء كان غادي وين باش يصير المشكل. المجلس التأسيسي منتخب ليصوغ دستور، ما يزموش ينطلق يجي ناخذ نتاع دستور وننطلق منه ولا ناخذ نتاع هيئة خبراء ننطلق منه ولا أنا هي الورقة اللي باش ننطلق منها. كان ضروري أن نسوي بين كل النصوص الموجودة، نحطها الكل على الطاولة وكل إنسان حقه يأخذ من الورقة التي يشاء، ولكن الورقة التي تعنينا ورقة بيضاء بالضرورة. مسألة أساسية اللي هي مسألة دستارة المؤسسة الأمنية في الفصل، أشرت الفصل 12 وما فيش المؤسسة الأمنية، والفصل 10 وما فيش المؤسسة الأمنية، وهذا من النقائص. ونعتقد أنه في باب المبادئ إحنا ما دسترناش المؤسسة الأمنية، دسترنا المؤسسة العسكرية وضروري أن ندستر المؤسسة الأمنية إن شاء الله. الحرية شر لا بد منها قطعا، لا العقلية اللي تحكم ربما ناقصة، ولكن العقلية اللي تحكم هي أن الحرية مقصد أساسي، ولا بد أن هذا الدستور يحمل البذور اللي تسمح بتحقيق كل الحريات الموجودة فيه. وقت اللي نشوف الضوابط نقرأ المثال نتاع الفصل 25، الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي مضمون ويمارس طبق ما يقرره القانون من ضوابط إجرائية لا تمس من جوهر هذا الحق. هل في هذا تقييد؟ هل هذا باش يفرغ الحق؟ قلنا راهو نقرأ لك أمثلة معاكسة. استنى عاد استنى استنى نقرأ لك أمثلة معاكسة. حبيت نقول لك اللي الصورة اللي قدمتها لا تسري على كل الأحكام، ثم أحكام مخالفة. الفصل 27 الحق النقابي، يقول الحق النقابي مضمون نعم. بما في ذلك حق الأضراب ما لم يعرض حياة الناس وصحتهم وأمنهم للخطر. هذه عبارات غاية في الفضفاضة، يعني بمعنى يعني قضاء على حق الأضراب. الفكرة اللي حبيت نقولها راهو مش الصورة بكل عجل، مش الصورة اللي ذكرتها تعم كل الفصول، راهو الناس اللي يسمعوا في ناس يعرفوا اللي ثم
صورة مختلفة. لا يمكن الحد من هذه الحريات والحقوق إلا في حالات قصوى يقصدها القانون. شنو هي الحالات القصوى؟ لا 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 موجود موجود ونفس المعيار هذا عدم المساس من جوهر الحق يتكرر في أكثر من فصل أيضا من غير ما نقرأ. المسألة الأخرى اللي تخص التقييد ثم زوز منهجيات موجودة اللي هي ثم دساتير تجي تعمل فصل واحد تقول كل الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور يمكن تقييدها لكذا وكذا وكذا وبالتالي يولي القانون اللي باش يصدر من بعد ينبني على الفصل هذاك والا التقييد المفرد واحنا اخترنا الى حد الان التقييد المفرد كل حريه اش يلزمها من قيود يتحط بجنب واضح لحظه فقط ملاحظه الاستاذ حبيب على ذكر على ذكر عهد تونس الحقوق والحريات توا فقط بسرعه فقط من خلال الذكر المثال هذا نحب نحيي المجتمع المدني التونسي اللي قام بعمل كبير مش ما عملناش عهد تونس الحقوق والحريات واصبح الان موافقين عليه 16 حزب يعني ومئات المنظمات والاف المواطنين والمواطنات ما عملناوش باش ننافسوا به الدستور كي يذكر معناها سيتو يذكر معناها فهمت عهد تونس ولا يذكر دستورنا قبل راهو هذه نصوص عملناها باش ندعموا العمل الحواري الوطني كجزء من هذا المجتمع هذه المساله الاولى اذا خلينا ناخذوا عهد تونس الحقوق والحريات ولو نرجعوا لتوطئته تنلقاو هالعقليه هذه نتاع محاوله ايجاد رؤيه نتاع حقوق الانسان وذاك علاش نطالبوا الان حتى بذكره في دستور لانه نعتبروه انه مكسب عهد تونس الحقوق والحريات فهو فكل النصوص يتعمل فيها المجتمع المدني هي من اجل فتح الحوارات من اجل الدعم المسانده وليس يعني في اطار يعني من نوع فما مساله التاويل مساله التاويل راه فما فرق بين نص يؤدي الى التاويل كل النصوص دستورية أو حتى وكل أنواع النصوص هي معمولة من أجل التأويل لكن فما فرق بين تأويل النصوص وبين صياغات تنجم تدخلنا في مهالك كبيرة مش تأويل الكلمة ليكم بعد نجيك مدام لميا فما مراجعات عديدة يجب أن تدخل على هذا النص وخاصة في الميدان المتعلق بالحقوق والحريات والصياغات فما أمور لازم تعاود تتراجع ثم مسألة أساسية هي كونية حقوق الإنسان وشموليتها هذه لا بد أن تجد مكانها في هذا الدستور هذا نسمع فيها من عند الناس وكل وحنا قناعاتنا وطلبناها ومع الأسف لم تجد طريقها إلى حد اليوم لكن جاية في الطريق إن شاء الله هذه أول حاجة ثانيا التدافع أنا ما نشطرش الرأي كلمة التدافع السياسي هذه أنا من أول مرة وقلت يعني على رؤوس الملأ وأن هذه الكلمة يجب أن نستغني عنها وفما كلمة التنافس التي يمكن أن تحل محلها معناتها وهذه معناتها وفي كل مكان نمشي له نسمع فيها من طرف الحوار الوطني هذوما اثنين المسائل هذوما فما الموضوع اللي تعرض له متاع استقلالية القضاء هذا اللي ربما ما هيش متوفرة يعني في صلح أنا أقول بكل صراحة هو أنه إذا كان ولا المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو الذي يأخذ بزمام الأمور في كل ما يتعلق بالقضاء هو اللي يقرر سواء كان بالتسميات هو اللي يقرر سواء كان بالإجراءات التأديبية وبالمسار المهني هو والسلطة التنفيذية ليس لها أن تتدخل هذه الأولى هذا شيء ما كانش موجود وقت اللي نسمع نقول ما فيما استقلالية القضاء مانيش فاهم أنا شنو اللي يلزم باش الإنسان يوري استقلالية القضاء هذه من الناحية الأولى ثانيا المشكل هو أنه الهيئة العليا المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو اللي فيه الإشكال في تكوينه لأنه هو متناصف بين القضاة وغير القضاة وهذا فيه شطط ثانيا النسبة نتاع المنتخبين يعني متوازية مع نسبة غير المنتخبين وهذا أيضا غير معقول ثم أنه هذا مع الأسف من الفصول التي فيها لم يقع فيها توافق فعلي وعلى هذا الأساس أنا عندي تحفظ نقوله للزملاء القضاة وعلى هذا الفصل لأنه وين نمشي نسمع في القضية هذه مثل. ثم الإبقاء على موضوع الإعفاء على مستوى المحكمة الدستورية هناك بعض الملاحظات كان لا لا هذه على الاستقلالية لكن إذا كان المسألة هذه يقع إصلاحها وسيقع إصلاحها نجم نقول لك من ناحية الاستقلالية في خصوص معناتها وأن المجلس الأعلى للسلطة القضية هو اللي يخذ الأمور نتاع القضاة ثم أن وجود غير القضاة راهو مسألة باهية أما لكن النسبة ربما عالية نتاع يعني من غير القضاة يجوا محامين يجوا من المجتمع المدني ينجموا يكونوا أساتذة جماعيين يعني يدخلوا لأنه القضاء ما ننساوش وأنه القضاء والأحكام تصدر باسم الشعب وما هيش تصدر باسم القضاة وما هيش تصدر باسم السلطة التنفيذية وهذه القاوة لأنها محطوط وبالتالي يلزم الشعب يكون عنده تمثيلية باش القضاة زاد أيضا ما ينفردوش وما يحتكروش النظر في شؤونهم ومع الأسف ما يؤدي إليه بحيث هذه كلها مسائل أش نقول أنا في النهاية أقول وأنه كل هذه المسائل راهو مازالت فما مسائل عالقة
والانتقادات موجودة والاقتراحات العديدة موجودة، وهذا الوجود. ونختم بالفكرة متاع اللي قالها جوهر على مسألة الخبراء. الخبراء بكل صراحة أقول وأنه دورهم أساسي وسيجد معناتها مفروض ما نجموش نخرج، لا 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 ما يخرجش النص هذا، ما يخرجش وهذا مبرمج عنا وموجود عنا، وانه بعد ما نستوفيه النسخه النهائيه وحطينا فيها التوجهات التي ارادها المجلس ستجدون صعوبات. سنة سنة. لا, 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 لا 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 يعني بصفه عامه ستجدون صعوبات في ايجاد خبراء معناها قادرين او يقبلوا انهم يمشيوا فقط باش يبدلوا صياغات. شوف شوف لا 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 خبراء مش جايين باش يحطوا مضامين. لا لا شوف ما فماش فصل. لا لا احنا توا مازلنا ما قلنا حتى شيء على الخبراء شنو اللي باش يحطوا ولا ما يحطوش، بصراحه ما خديناش قرار فيها. هذه مساله الشيء المثابت وهذا نجم نقوله لكم وهو انه وقع الاقرار وان هذه الوثيقه يجب ان يمر بعدها واذا كان هو باش يقول الخبراء باش يقولوا ويعلنوا وانه هذه الامور ما يشبه يهوني ولا الى غير ذلك، فهذا سيسمع وبالتالي سيكون عنده تاثير سواء كان مباشره او بعد الجلسه العامه بالاقتراحات التي سيقع تقديمها. نحب نرجع للسلطه القضائيه ونقول انه التوافق ما حصلش الا في هذا، وتعديت سي فاضل اللي ظهر لي بالانتهاء بالتصويت الا في التوصل القضيه. انا نحب نتسائل حاجه، اليوم المجلس التاسيسي باش وصل مو بالانتخاب، اليوم نحكيه على شرعيه انتخابيه باش مو بالانتخابات. علاش اليوم نحبوا نسميه ربع بالتعيين، ربع القضاة بالتعيين والاخرين من خارج والنصف من خارج المجلس؟ معناها اليوم نحبوا نسيطروا على ثلاثه ارباع نتاع المجلس الاعلى للقضاء، ونحبوا نسيطروا على القضاء نقولوها بصفه معناها واضحه. أنا لا لا نعرف، انا حبيت فقط على حكايه الانتخاب. الانتخاب لازم يكون كله بالانتخاب، ولانه النسبه حتى لو كان ولو انهم القضاة ضد النسبه صغيره من خارج القضاة، هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه، علاش ما وقعش تضمين المبادئ نتاع تبقى المعايير الدوليه نتاع استقلال القضاء؟ علاش ما وقعش تضمينها؟ معناه هذا فيها حمايه، راهو الضمان للحريات والضمان للمساواه والضمان نتاع كل اللي شفناه في اليوم في الدستور ما يجي الا باستقلال السلطه القضائيه. فما حاجه اخرى، لابد من التنصيص على استقلال النيابه العموميه، زاده النيابه العموميه عن السلطه التنفيذيه، هذه يزينا لازمنا تتحط كمبدا دستوري. ونحب نسال انا علاش فما حساسيه كبيره اليوم للمرجعيات الدوليه. كي نقول كلمه المبادئ العامه في التوطئه تاع حقوق الانسان، شنو معناها مبادئ عامه حقوق الانسان اذا كان ما نرجعهاش للمرجعيات نتاعها؟ وبربي قبل ما نوفي وراه فما حاجه هامه برشا، فما فصل ما تعرضنالوش، الفصل 15 اللي يقول اننا نحترم المعاهدات الدوليه ما لم تكن متعارضه مع نص الدستور. المعاهده الدوليه اللي صادقت عليها تونس واللي هي معناها تونس ملزمه بها لازم الدستور يتناغم معاها. احنا اليوم في فتره صياغه الدستور على الاقل اللي احنا صدقنا عليها. حاجه اخرى، تحييد دور العباده من العمل الحزبي ما حكيناش عليه، راهو في برشا حاجات الدستور اليوم هو اللي هو اللي أكيد والتمييز بربي التمييز ضد اني ضد عدم التمييز هو مبدا لازمنا نخرجوه من المساواه راهو. واحنا عملنا في الحوار الوطني قدمنا مقترحات مع رابطه الناخبات في الموضوع هذا، لانه مبدا عام في الدساتير الكل التمييز يجي وحده، عدم التمييز نحطوه في باب المبادئ العامه. حاولنا مدام لم يوانو نجيو على اهم ممكن نقاط هذا الدستور، وانت كما تسالت فما زاد الناس تتفرج فينا وتتواصل معنا عبر شبكة الانترنت والفيسبوك بالتحديد، عند بعض الأسئلة. نحاول مثلا نبدأ السؤال الأول مع محمود بدوي، والإجابة نحب نسمعها من عند جوهر وبعجالة. جوهر، هل هناك فعلا أمل في الوصول إلى الوفاق؟ هناك أمل وأمل كبير أن نصل إلى الوفاق، لأنه قدرنا أن نصل إلى الوفاق، وخاصة أن الوضعية الموجودة الآن لا يمكن أن نذهب معها إلى الاستفتاء، لأنه الصيغة الموجودة الآن في التنظيم المؤقت للسلطات العمومية هو ليس استفتاء، هو عملية مقايضة للشعب التونسي. لأنه كما قال سفيان بكري، إذا كان ما نعملوش سيناريو أن الشعب التونسي لو استفتاء يصوت نعم ولا صوت لا، إذا صوت نعم انتهى الأمر، إذا صوت لا شنو يقع في البلاد؟ حتى شيء، نمشيو للفراغ. وهذايا مش يكون ان ارغيمون ريفيرانداري الكتورال كبير ياسر، اما تاخذ النسخه هذه اللي تعدات وتصوت عليها يا شعب يا وتوانسه تصوتوا عليها بنعم، والا راكم ماشيين للهاويه وماشيين للفراغ. وهذا يعطي ان التوانسه مش يصوتوا على الدستور مهما كان محتواه وان كان رديئا. سي الفضل، انيس نفزي يقول لك الوفاق في هذه المرحله اساسي، لكن من سيراقب في غياب معارضه داخل المجلس التاسيسي؟ من سيراقب؟
في غياب معارضه. علاش لا المعارضه مش موجوده هي في الدستور؟ على اغلبيه الترويكه لا لا ما في الدستور راهو راهو في الدستور ما ثماش اغلبيه واقليه. كل صراحه نقول لك انا في الدستور وستتبين من ذلك وقت اللي باش يجي الموضوع بتاع الدستور ماهيش صحيح وانه سيكون فما اغلبيه واقليه. كلمه مفتاح باش تكون ان شاء الله. لا ما باش نقول لك التوافق كيفاش باش نوصلوا له. التوافق كيفاش نوصلوا له؟ التوافق ما توصل له الا بتوافق بين رؤساء الكتل الممثلين اللي يلزمهم يتوافقوا على الوثيقه قبل ان تدخل الى الجلسه العام. نقول لك انا اذا كان هذه ما صارتش فانا السيناريو هذايا ماذا بيا ما نخممش فيه، لانه يلزم يقع التوافق. بعد ما يقع التوافق وهذه الخدمه معناتها يلزمها تتخدم على اساس التوافق. سي فاضل شفنا انه رئيس كتله مؤخرا صوت ضد قرار التوافق بين رؤساء الكتل. السؤال هذا يا سفيان، السؤال هذا اللي كنت يسال الحبيب في الدستور مش السؤال هذا الثالث والاخير. توفيق الرزقي شو يقول؟ يقول الوفاق يتطلب اراده سياسيه واضحه من جميع كتل المجلس الوطني التاسيسي كما انت تقول سفيان، فهل ان حركه النهضه تملك الاراده الصادقه للتفاعل ايجابيا مع الاطراف الاخرى؟ ولهنا باش ناخذ سيرتك الاكيد اللي انت عضو المجلس التاسيسي. الاكيد انه اراده التوافق موجوده، والبادره اللي تتعلق ب فترة فيفري وما يليها وقت لطرحة مسألة الشريعة والمبادرة اللي صدرت عن حركة نهضة تؤكد إرادة الوفاق، لكن يلزم الأطراف الكل تفهم اللي الوفاق ما هوش بمنطق في كل مرة أي النهضة علش مش تتنازل. الوفاق يقتضي أنه كل الأطراف تقترب من بعضها وكل واحد يتنازل شوية مش نوصل لمنطقة الوسط، بغير هذا يولي ثم تعسف وربما إفراط من قبل البعض. السؤال الاخير ما نجمش نوفى حستي من غير ما نساله لك زاده سي الحبيب، وانه ترويكا تفهمت على انه نظام سياسي القدم باش يكون نظام رئاسي معدل، ولكن يعني النقطه هذه واعاده الاستبداد او ادامه الاستبداد نرجعوا الوفاق. هو الوفاق هو نعاود نخرجوا الاشياء الاساسيه من امور مدنيه وتحرر في ثقافتنا وفي مجتمعنا. واضح. يعطيك الصحه جوهر. الباب المتعلق بالسلطة المحلية كان من الأبواب اللي كنت نعتقد أنها أفضل الأبواب اللي كتبت في هذه المسودة. الكلام اللي كنت نسمع فيه حول مسألة اللامركزية واللامحورية ومسألة الوالي والمعتمد والعمدة ربما يخليني نعاود يعني نصيغ تصوري في المسألة هذه. آسف في أن هذه المسودة همشت مرة أخرى الجهات لما رفضت، وهناك رفض قاطع داخل المجلس الوطني التأسيسي لإنشاء ما يسمى بمجلس وطني للجهات أو مجلس يمثل الجهات كغرفة ثانية داخل السلطة التشريعية تستطيع أن تنقل رأي الجهات وتصوراتها إلى المستوى الوطني. ما نحكيش على المجلس الاستشاري، نحكي على غرفة ثانية داخل السلطة التشريعية. برشا ناس يقولوا تتكلف غالية، ما تتكلف حتى فرنك، ما تتكلف حتى فرنك، لأنه أولا الانتخابات ماهيش مش تصير انتخابات للغرفة الثانية انتخابات خاصة، هي مش يخرجوا من المجالس الجهوية، المقر موجود يكفي أن وزارة حقوق الإنسان تلقى مقر آخر، وثالثا هذه الممثلين متاع المجالس الجهوية في المجلس الوطني للجهات مش يكونوا امتداد لعملهم داخل الجهات وماهوش مش ياخذوا ديبريم خاصة بهذا. أنا نحب نختم بالتأكيد على ضرورة الوفاق باش كيما حسنا المسودة الثانية نزيدوا نحسنوا إن شاء الله، وهذا مهم جدا باش يكون عندنا نص قانوني متكامل متناغم يضمن الحقوق والحريات. وأنا نحب نطلب من سي الحبيب وسي فاضل انه الحوار الوطني اللي تعمل هام برشا، انا ما كنتش نتصور انه باش يكون بالاهميه هذه، وانا تفاجات بالمداخلات اللي تعملت والاقتراحات. انا فما حاجات ما فقتش بهم ومن شباب معناها، والله شيء يشرف معناها. احنا نحبوا الدستور هذا يفتخر به الشباب نهار اخر ان شاء الله باذن الله. سفيان، هو اذا نشوفوا التمشي اللي صار نلقاوها انه تطور ايجابيا. اولا بدا توجه نحو الاستماع الى الراي العام، الى المواطنين، واخذ بملاحظاتهم، وقالوا لنا اللي راوا الملاحظات هذه باش يكون عندها صداها في الدستور، هذا شيء ايجابي. زاد سمعنا انه سوف يتم في حينه يقروه هما الالتجاء الى الخبراء، وهذا مهم جدا للتناسق ولي حبكة النص الدستوري. يعني أنه نحس أنه فما توجه نحو الوفاق داخل المجلس التأسيسي، وهذا شنو معناه؟ أن نخرج منه بنتيجتين. هو أنه فما دور كبير للمجتمع المدني، حتى كي من
نشوفوهش ولا ما نعترفوش به، أما نشوفوا نتيجته. المجتمع المدني التونسي مجتمع ناشط، وظهر اللي ناشط، وظهر أنه الضغط بالمفهوم الإيجابي، يعني وصل رأيه وخلى الصوت متاعه يتسمع. الشيء الثاني هو بدينا نكتسبه نوع من التجربة من الحكمة السياسية بعد الفورة الأولى اللي صارت، أنه تحس أنه فما اقتناع أنه حتى حد من الأطراف السياسية ما هي قادرة على أنها تعمل باساج اون فورس، دونك يلزم تقعد وتحكي. فهمت؟ وهذا يخلينا نأملوا بأنه الوفاق حول الدستور ممكن إن شاء الله، ممكن أيضا لأنه ضروري، لأنه يجنبنا الفراغ اللي كنا نحكيه عليه. إن شاء الله الوفاق يكون ممكن، وكن سعيد، وكان عندي شرف أني نستقبل ضيوف متينة هذه وبالقيمة هذه. نحب نشكر برشا سي حبيب خضر المقرر العام للدستور وعضو المجلس التأسيسي عن حركة النهضة، سعداء بتلبية الدعوة، إلى جانبه العميد سي الفاضل موسى عضو المجلس التأسيسي ورئيس اللجنة التأسيسية للقضاء. سعيد بحضورك معنا ليلى. كيف كيف تحية كبيرة سي عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان. بعد غيبة طويلة شوية يرجع بحضنا سي جوهر بن مبارك رئيس شبكة دستورنا، كنا سعداء بحضورك معنا. كيف كيف شكر كبير لك مدام لمياء الدبابي رئيس الجمعية التونسية للحقوقيات، سفيان بن حميد نتي ولد الدار، ولكن كله زاد يعطيك الصحة. نقبل غدوة إن شاء الله معكم في نشرة الأخبار، واستوديو السياسة تلقاوها الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.